والمخرجين اللي كان الموضوع في الاول بالنسبه لهم مولود جديد بيتولد على ايدك. فانا عايزك تحكي لي بقى البدايه والكواليس اللي احنا واللي انا اول مره اسمعها. بص عمر، مبدئيا انا بعتبر نفسي محظوظ طبعا ان انا انتمي للكيان زي كان النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي بكل شركائها، بكل الناس اللي ساهموا ان القناه دي تظهر في يوم من الايام. احنا تعبنا وان شاء الله نكون رضينا الناس في الاخر برضو. يعني انا من الناس المحظوظه، لسه بقول انا محظوظ ان انا ارتبط اسمي بالقناه، ان القناه دي طلعت واول واحد قال رول اطلع اظبط كاميرا نطلع على الهواء كان احمد برجاوي. فروحنا طلعنا، يعني خلاص دي حدث مش هيتغير في حياتي، خلاص زي ما تاريخ ميلادي يوم كذا، زي ما ربنا كاتب يوم مغادرتي، زي الكلام ده كله كتب يوم 6/8 قناه الاهلي، تاريخ قناه الاهلي احمد برجاوي طلع بالموضوع ده. فده شرف ومسؤوليه هتفضل على كتافي طول العمر. القناه طلعت ازاي؟ القناه طلعت ان احنا كان في خطه من مجلس اداره النادي الاهلي لان احنا يبقى المنظومه الاعلاميه تتوسع ويبقى ليها زي ما كان عندها مجله وزي ما كان عندها موقع، كان عايزين نطلع بالقناه. وفعلا بدأنا نشتغل على الموضوع ده بشكل سريع ودونا مهلة، قالوا لنا ان احنا نطلع في ماتش الاهلي واي اس روما يوم 6/8 صحيح، وهنطلع بالاستوديو التحليلي وبعد كده هنقف لفترة الى ان نجهز بقية البرامج والقناة والخريطة ويبقى تمام. وفعلا بدأنا نشتغل بشكل ان احنا نجهز الاستوديو، ديكورات الرجالة، نظبط الكرو. في طريقتين في الشغل، في الطريقه اللي بالطول والطريقه اللي بالعرض. يعني الطريقه بالطول دي يبقى انت عندك معدات وحاجتك كلها فبتشغلها، والطريقه بالعرض ان انت ما عندكش حاجه فبتبدا تدور. انا بعمل قناه الاهلي وما عنديش حاجه، ما عنديش فريم، ما عنديش ماتش. فبدانا بقى نجيب شرايط ومن هنا ونظبط وكرو والناس كلها، يعني فعلا ما كناش بننام، يعني كنا حابين. عملنا الاستوديو، كان انطلاقه عظيمه طبعا، كان كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن زكريا الناصف، الشيخ طه، كابتن حسام منيب. يعني عملنا ده وقلنا خلاص هنروح البيت نستريح ونروح تاني يوم نفكر ان احنا القناه دي هنبدا نعمل لها ايه. فقال لا، ازاي نطلع قناه على الهواء وتقفله تاني، انت لازم تكمله. طب يعني هنكمل ايه؟ خريطه، مكان. يعني حتى الاستوديو احنا كنا مأجرين في مكان استوديو، ما كانش ملكنا. فقال لا، هو ده الموضوع. ف لقينا نفسنا يعني زي ما الاهلي علمنا، زي ما اتعلمنا منه حاجات كتيره جدا، ان احنا في موقع مسؤوليه. فموقع مسؤوليه لازم نشتغل، بنشتغل مش نايمين، مش شايفين قدامنا تعبانين، بنضحك في وش بعض، بنهزر، بنقول كلمه، بنتكلم، ده كله بنهون على بعض. يعني انا بشوف هاني تعبان بقول له كلمه اهون عليه، بشوف سمير نفس الموضوع، حد بيشوفني راكن على الحيطه كده عايز انام. فكان يعني الروح دي اللي هي مستمره لحد الان طبعا بوجودنا وبوجود الناس. احنا بدانا الموضوع وتوالى ناس كتيره جدا على القناه لحد النهارده، يعني كلهم يستحقوا الشكر. لو قعدت اذكر اسماء مش هقدر اقول، لان حتى احنا قاعدين هنا وفي زمايلنا جوه شغالين وكل ليهم كل تقدير وكل احترام. المكان محبوب، انت بتتعامل مع كيانين، بتتعامل مع كيان اسمه النادي الاهلي وبتتعامل مع كيان اسمه برزنتيشن، فانت بتتعامل في منظومه محترفه. فدي مسؤوليه، يا اما تبقى قد المسؤوليه يا اما عادي خد جنب واشتغل. فالحمد لله رب العالمين، كل الناس اللي موجوده وكل الناس اللي بدات القناه بدليل ان هي قناه مستمره لحد 11، واحنا هنمشي وهيجي غيرنا وان شاء الله تعالى هتبقى لحد 100. يعني ده سنه الحياه. طيب نروح بقى للاستاذ سمير عكاشه وتحكي لي على